thank you اهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من برنامج الاسبوع برنامج سياسه كتير وكنا في حلقات كتير بنقول ان دايما المناسبات او المواقف المفاجاه والمناسبات الثابته والمتكرره هي بتكون الماده الدسمه للفنان الكاريكاتير اللي يقدر يشتغل عليها ويخلق فكره جديده عشان يعبر عن مضمون رسالته بشكل او باخر. في ثوابت عندنا الثوابت دي سواء كانت نتيجه سلبيه او كانت ايجابيه فما يقدرش الفنان الكاريكاتير على ما اعتقد وده هنعرفه من طبعا إنه يتجاهلها. حرب الأوكرانية دي ما ينفعش تجاهلها تحت أي اعتبار إن كان فات عليها سنة وإحنا داخلين أهو بنكمل في السنة الثانية. ال ال وباء كورونا الله لا يعيده يعني قعدنا فيه بنتكلم سنين طويلة وقعد سنتين معانا وشوية لكن آثاره ونتائجه لا زالت حتى التكرار فيه أو الحديث فيه نوع من التنبيه. سوشيال ميديا وتأثيرها وما إلى ذلك. السؤال هنا هل الموضوعات دي بتكون شيء مريح للفنان؟ ولما يكون هو زي عنده حاله من افلاس الافكار مش قادر دلوقتي يطلع فكره جديده يلجا للحاجات دي ولا هو نوع دوري لمهمته ان هو دايما يفضل ينبهنا بالمقالات المصوره دي ده هنعرفه من ضيفنا فنان هاني عبد الجواد اهلا بيك يا استاذ اهلا بحضرتك محمد المقالات اللي عندكم الكتابات الكتيره اللي بترجموها لنا وبتختزلوها في صوره هل وجود مناسبه متكرره وحدث متكرر ده نوع من الاستراحه في حاله ما فيش فكره جديده اتكلم عنها ولا ابداع جديد بشكل جديد نتيجه خاطره جديده عايز اعبر بيها طبعا الاحداث بتبقى يعني مغذي اساسي للفنان الكاركتير ان هو بيرسم بناء على الحدث اللي الناس كلها بتتابعه. لكن لو في فتره ما زي ما حضرتك بتقول ما فيهاش احداث هنا بتعتمد على ثقافة الفنان وإدراكه والفكاهة اللي عنده يعني معنى إن هو ممكن يطلع من الاجتماعيات فكرة يطلع من المواصلات يطلع من الثوابت اللي موجوده بس ده برضو عبء عليه في انه عايز يجدد طبعا يعني هو ها. يجدد وكمان بيخلق فكره جديده يعني لو انت النهارده الرسام ثابت في رسوماته وفي وف افكاره هتحس معاه بالملل، زي كان في ممثل مثلا على طول كل مره بيعمل نفس بالكزة. المشهد فانت خلاص انت عايزه تشوفه في شكل جديد في, في اسلوب جديد بيعالج الامور بشكل تاني، فلما يبقى متنوع بيحسس المشاهد دايما ان هو يعني في حاله ايه؟ انجذاب وان انا بتابعه يعني، مم. فهو آه لو ما لقاش حاجه بيخلق هو الحاجه مم. من اموره الحياتيه اليوميه مم. بس ازاي يحولها بشكل فكاهي وبشكل خفيف دي تعتمد على خفه الدم الرساله اه وثقافته وادراكه للامور ولو ما فيش حدث اعمل انا حدث م. لو ما فيش حدث هعمل انا اعمل اعمل آه. حاجه تخلي الناس مبسوطه وتخلي الناس على حاجه ثابته كانت موجوده بالظبط آه. او حاجات قديمه بس يعود تدويرها من جديد بحيث آه. نطلع منها فكره جديده يعني دايما ساعات بنجيب بنحوز نعمل فكره بنجيب افكار كتيره كده مع بعض كمجموعه ولما نجيب رسومات كده وافكار جديده صعب بنطلع منهم بتيمات موضوع تاني جديده تخلي شويه يعني ايه تجديد للكاريكاتير آه. انا ليه ما قلتش كده لا طب تعالى بقى اقول كده بقى. صحيح طيب خلينا نبتدي مع اول صوره معانا وفي طبعا هي بتتكلم عن تداعيات الازمه الاوكرانيه ومخاطر الفنان عايز اعبر عن مخاطر عمليه وحركه الانضمام بعض الدول للناتو وتحذيرات روسيا والخوف بقى من ردود الفعل يعني شايف الصوره ازاي الرسمه دي من الرسومات اللي تخلينا نقعد نفكر شويه لان هي يعني ما ينفعش تعديها كده غير لما تاخد رموزها وتاخد بالك من كل حته فيها يعني م. دلوقتي مكتوب على اليمين الانضمام للناتو م. كويس فاكيد في دوله جديده زي مثلا حصل مع فنلندا م. ان هي انضمت للناتو كويس وفي نفس الوقت جايب الشخص اللي رايح على حبل رايح للناتو، فمعنى ان هو رايح للحبل دي فهي مخاطر هتقابلها. هت هت آه وفي نفس الوقت تحت آه عامل روسيا آه الحته السياسيه ان هي على شكل سمكه القرش. فده معناه ايه؟ معناها ان الدوله اللي رايحه دي في مخاطر جامده قوي، ممكن مم في اي لحظه يحصل فيها مشكله. كسر والخط اللي ماشي عليه رفيع يعني طبعا هي خطر بس في نفس آه. الوقت يعني آه يعني خطر رايح لروسيا او يعني, يعني, يعني عكس آه توجهات روسيا ممكن يكون عشان الحته الشماليه مثلا فيها او كده وروسيا برضه ممثلها في شكل سمكه قرش فكان آه بيقول لك راي في صوره اه كان بيقول لك حته سياسيه عميقه شويه بس اتناقشت آه بشكل جميل يخلي المشاهد يفكر ويدرس العناصر كل جزء لوحده عشان في الاخر يكمل الصوره صوره مع بعضها لكن لو هو مش متابع الاحداث ممكن ما يربطهاش قوي ان هي غير بس روسيا بشكل سمكه قرش مم. لكن ممكن ما يكملش بقيه الصوره الـ يعني الرسم يعني. طيب خلينا نروح لصوره ثانيه برضو كاريكاتير معبر جدا على رغبه العالم في ان الحرب دي بقى ويبدا السلام تبدا التنميه ونخلص من المخاطر الحقيقيه وتهديدات النوويه اللي عمال نسمع عنها كل شويه دي يعني فبرضه شايف الصوره دي ازاي هذا هنا البترول والفرق ما بين الـ الـ يعني عايز يقول ان موضوع العرض والطلب وفنان هنا بيحاول يجمل الوباء والضوضاء اللي في اللي في العالم بشكل الصناعه وبشكل البراميل المازوت او البترول م. فهو هنا حول الجزء الخاص بالمصانع والدخان والعوادم حولها لاعاده استخدام الطاقه بشكل في عايزين اه تنميه ولان اللون الاصفر ده مش عارف ان مديني شكل الاقنعه بتاعت الواقيه من النووي. هو اه يعني, يعني هي في نفس الوقت فيها اه تلوث يعني اه اللوجو اللي على اللون الاصفر ده لو خدت بالك ده علامه التلوث. اه فهو اه عايز يقول اعاده والمفاعلات اللي من ورا دي باين ولا اه ورا فيه زي صناعه ومصانع يعني هو عامل اثنين اه تلوث عامل تلوث بشكل المداخن او المصانع اللي بتحرق الحاجات فطبعا عامل زي تلوث جوي وفي نفس الوقت تحت في براميل وحاجات بيئية براميل واقنعه برضه شايف شايف. اه, آه فهنا هو يعني آه عايز يقول اعاده استخدام مصادر الطاقه بشكل ما يعملش تلوث آه عالي آه. فعمل طواحين الهواء على الشكل بتاع المداخن كنوع من انواع الطاقه الغير مضره بالبيئه وبال وبالشكل العام اللي يخلي الارض احسن شويه من كتر التلوث اللي وانا خدتها في اتجاه تاني اللي هي يعني عايز المصانع تشتغل والتنميه والعمار و وبعيد بقى عن النووي والاصفر والاقنعه يعني بتالي طالما هو سايبها مفتوحه يبقى هو سايب الافكار كده ممكن تتحط بكل رؤيه على حده يعني بص هو يعني احنا نتفق ان دايما الرسومات بيبقى فيها بعض الرموز في الرموز بتخاطب بعض الفئات اللي فاهمه معنى الرموز وفي رموز ممكن الواحد بيبقى بيبقاش واخد باله ان ده معنى ايه؟ الرمز ده بيعني الايه يعني الشكل الثلاثي ده تلوث تلوث اه اه لكن براميل وبتاع ممكن واحد تاني يخدها كانها بترول كتير مثلا عرض وطلب وهو م. بيحاول يعيد انتاج طاقه الطاقة آه. بشكل غير مضر للبيئه يعني طيب خلينا نروح صوره تانية الفنان ياسين حط كاريكاتير اللي بيعمله آه النيتو آه بيجر اوكرانيا للحرب مع روسيا والمخاطر برضو زي ما بنتكلم على حكايه فكره الانضمام وعمليه الانضمام دي قد تخلق مواجهه جديده برضو شايف الصوره ازاي يا هنا في اندفاع لاوكرانيا في اتجاه روسيا مع اختلاف او مفارقه الحجم فحجم روسيا على الشمال مكتوبه طبعا على البنطلون بتاع الجندي فده بياكد لك وفي البياده بياكد لك ان هم اقوياء وكبار ودوله انت رايح فين يعني؟ م. وأوكرانيا خايفه يعني خايفه من الوضع سواء بقى بشكل مباشر او بشكل غير مباشر وواضح بالشكل الحجم ان هي كمان يعني كمان على كرسي كمان بعجل ف وكمان في زق او يعني اندفاع من الظهر يعني فعايز يعني الصوره بتترجم نفسها روسيا، اوكرانيا وال المشهد العالمي يعني المشهد العالمي آه. والحجم اللي فيه اختلاف كبير قوي ما بين الدولتين طب خلينا نروح برضه صوره ثانيه والنتيجه والتخوفات اللي موجوده عند العالم دايما من حاله المفاوضات اللي دايما بنشوفها بتفشل في الحد من هذه الحرب ومحاوله تجنب المخاطر ممكن تترتب عليها برضه شايف الصوره دي ازاي؟ طبعا هنا مفارقه يعني واضحه جدا ان الترابيزه اللي المفروض يتفقوا فيها ان هي ما يكونش فيها دمار ولا حرب برضو فيها مفرخ جامدة يا ترى فرش أبيض مكتوب عليها الجزء بتاع المفاوضات اللي ممكن تكون بشكل سلام أو بشكل ما فيهاش أسلحة في حين أن الدولتين مع اختلاف يعني روسيا والدولة الثانية اللي قصادها إن عايز يقولك في الآخر إحنا لغة الحوار والتفاهم من خلال السلاح آه، وكمان مش سلاح عادي ده فيه م. كمان مسدس وكمان فيه مسدس تاني وفيه على راس المسدس الاولاني بحجمه آه، صواريخ وحاجات مدمره بين مفردات الخطر يعني فعايز يقول لك ان سياسيات الدول ان هي آه، في شكل في مظهر عام ان احنا قاعدين عشان نتفاوض في حين ان مفيش, تفاوض. لأ. مفيش تفاوض مفيش تفاوض واحنا ده بس آه، شكل كده يعني أزائل. لكن على الواقع لا ده في حرب ودمار وضحايا وكده يعني طيب بس حضرتك استاذ المشاهدين خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم خليكم معانا ورجعنا لحضراتكم كاملين مع الفنان هاني عبد الجواد يا يعني استاذ هاني هنروح لخطر تاني زي الحرب ما يقلش يعني في سلبياته السوشيال ميديا وهي صوره حقيقيه لحضرتك انا الله عليها انت عايز تقول فيها ايه انا برضو سايب التعليق للمشاهدين ان ده انعكاس او للوضع اللي احنا فيه شكل البيوت عاملة ازاي الاب مع الاولاد بشكل ان خلاص شكل حتى قعدتنا حتى اختلف يعني احنا ما بعدش يعني نقعد قعدتنا اتفصلت على ماسكه الموبايل اه يعني من كتر يعني زمان يقول لك اقعد عدل تتعدل اقعد عدل يعني عشان ظهرك رجلك العظم الحاجات دي يعني. اه دلوقتي انت عشان تقعد بالقعده السليمه آه لا دلوقتي انت عايز تمسك الموبايل في ايدك فعايز تسند كوعك شويه فشكل حتى قعدتنا بقى مختلف لان صحيح. حتى كمان عينينا قربت من الموبايلات وبقى يعني الاب والاولاد بقى خلاص الموبايل ده بقت حاجه اساسيه جدا بالنسبه لنا فمع الاسف بقى شكل القعدة كده ان حتى في يعني مش ترابط يعني حتى بين كل واحد لوحده واحد الموبايل آه بتاعه آه لان دي بقت إيه الوسيله اللي بيفرح بيها يعني او هو معتقد ان هي دي الترفيهيه بتاعته يعني آه آه فيعني انعكاس لايه لشكل العام كده الاسره الادمان كله كارثه خلينا نروح لشكل تاني من السلبيات ومن ادمان السوشيال ميديا لادمان كرة القدم وحضرتك برضه عايز تعلق عليه فبرضه هسيب لك الصوره اتفضل في الحقيقه المبالغه في في الاهتمام بتبقى يعني ممكن تبقى نقمه على الشخص يعني م. يعني بنشوف في الرياضه ان في ناس رياضه يعني يعني عايز اقول بتاخد من اهتماماتهم أه وقت لدرجه ان الموضوع بيتاخد على اعصابهم بشكل يخليه مدمن الحاجه دي بشكل يعني مبالغ فيه قوي يعني المفروض من الرياضه الواحد بيشجع فرقه معينه وبيشجعها لكن هو يبقى مدمن بشكل أنه ممكن ياخد اجازه عشان يروح ماتش او يعني او يخليه مثلا متابع بشكل غير طبيعي ان هو كان الفرقه دي او الكره دي كان اهم من بيته، أهم من بيته واهم من شغله واهم من اهتماماته قوي فجسدت ان هي بشكل ادمان ان هو زي كوره كبيره وبيسحب منها كور صغيره على اكاس يعني دي يعني الكيس بتاعه سعر. يعني وطبعا <applause> إن اللي هيبقى واحد مدمن حاجه بشكل ايجابي ده كويس بس انا حبيت اعمل مبالغه ان لا في يا جماعه ايه في بنلاحظ حتى من الأهل والزمالك مثلا تحس آه <تحفز> ان في طار وتحس ان الناس دايما في حاله حروب تحفز كده في الموضوع يعني ممكن يبقى ابسط من كده بكتير، بالظبط يا لكن طب خلينا نروح صورة ثانيه حضرتك برضو كاريكاتير برضو فيه عمق في معنى مش هكمل سيب حضرتك عايز تقول ايه متعلق باللغه بص هو هنا ده مرتبط بالمؤتمر الدولي للمناخ والتلوث اللي بيحصل فعملت تجسيد او انعكاس زي ما انت شايف كده ان المفروض ان البحر ده, افضل مكان راقي من ناحيه ما تلوث يعني فيش حتى عوادم لا ده في كمان عوادم ورا جايه من المصانع او جايه من الحاجات اللي فيها ملوثات للجو لكن هنا بقى لو خدت بالك هتلاقي ان المفروض الراجل اللي بينزل طلبات للـ للـ للناس يعني بينزلها بشكل بدل ما كانت شيشه لا ده كانبوبه اكسجين عشان الناس تحاول تتنفس هواء نظيف اه فبينزل دلوقتي على قاعدين على البحر المفروض ان ده افضل مكان يعني ما فيهوش تلوث لكن انا عايز اقول ان الاحتباس الحراري والمصانع لا كمان حتى المكان اللي فيه بحر آه وارد يجي فيه تلوث فكانت مفارقه هنا على ال ده ما بين ده وده الشيشه لا انا بشرب با با اكسجين بقى دلوقتي يعني برضه الصوره الجايه لحضرتك ومش حد يعني اضافه لان واضح انها رسائل كلها نوع من التنبيه والتحذير فبرضه عايز سوريا ايه حضرتك في السؤال عايز اقول ان الازمه العالميه العالم كله بيواجهها موضوع تضخم وموضوع سعر الفائده يعني بقى بيلمس كل الدول يعني يعني الدول الكبيره قوي العظيمه يعني حتى امريكا ودول كثيره من اوروبا فمشكله كبيره تضخم والفائده اللي احنا فيها دلوقتي ونرجو ونتمنى ان شاء الله ان الازمه دي تتحل لان احنا برضو الدوله عامله خطط كتيره قوي يعني لمعالجه الموضوع التضخم ده يعني ان شاء الله يعني بعد فتره نامر ان الدنيا تبقى كويسه باذن الله تاثير على العالم كله للاسف يعني طيب استاذه حضرتك والساده المشاهدين نخرج لفاصل قصير كمل مع حضرتك خليكم معانا ورجعنا لكم مع ضيفنا الفنان هاني عبد الجواد وفي كاريكاتير بيصور لنا في الصيف والناس وارتفاع الحراره والمراوح والتكييفات شايف ده ازاي يا استاذ هنا الفنان وضح المفارقه برضو ان الحراره جايه بشكل قوي ولو خدت بالك ان المروحه مش قادره ان هي تواجه الكم ده كله تدفع آم آم. الحراره فحتى الحاجات المعتاده عليها زي المروحه مش قادره تواجه الحراره خلاص بقى يعني يعني المروحه مش تعمل حاجه ف... <applause> فعايز اقول لك ان التاثير اقوى بكتير من الـ من قوه المروحه وتاثيرها بالظبط آه. برضه كاريكاتير تاني بنتكلم بقى على الصيف والمصيف وحديث الساعه زي ما بنقول عليه والناس كلها يعني آه فنان عبد الله وكاريكاتير يعني واحده بتقول آه لجوزها في المصيف آه يا راجل استر نفسك بحاجة آه. الناس كلها, كلها عرفت إنك, إنك بعت كليتك علشان <applause> تجيبنا المصيف <تصفيق> يعني <تصفيق> وانا يعني شر البريه البليه ما يضحك ما يضحك هو طبعا اسعار الفنادق والمصايف بقى مبالغ فيها جدا فلدرجه ان الراجل باع كليته عشان يطلعهم بصيره في ناس بتقول كده يعني <applause> يعني مش مهم ياكل يا يعني, يعني وطبعا هنا التركيز على الاولويات على ال... الكلام يعني آه الغرز وفتح البطن آه يعني بصراحه بالحاجات الكوميديه ده ما خفيف يعني اه فهنا بناخد بقى ايه المشاهد ان ايه يعني إحنا معاك وحاسين بيك فبرضه بنعمل رسومات يعني بتمسك في الحته منطقتك كلامك ونروح للاكستريم شويه مبالغه عشان برضه نخلي الموقف لطيف يعني الأولويات ترتيب الأولويات في حاجة أهم من حاجة يعني مش طيب هنروح الموضوع تاني والحل الأمثل لمواجهة الحر واتنين ماشيين في الحر وبس هما ماسكين المروحة يعني عشان الصيف في الشارع يعني اه يعني هو بيقول ان لا ده الشكل واضح يعني كمان يعني لا ده كمان مش مصيف ده كده ده هو كده يعني. ده اللبس الطبيعي في الناس وهي رايحه شغلها مم. فعايز يقول خلاص يعني حتى اللبس البسيط اللي المفروض نلبسه لا خلاص ده احنا كمان مستغنين عنه وخلاص من كتر الحر مش قادرين نستحمل دا. يعني فطبعا ازمه عالميه برضه موضوع الاحتباس الحراري والفنانه عايشة بشكل لطيف برضه هتكلم على وسائل التواصل الاجتماعي ثاني واطفالنا وتاثيرها وايه اللي بتحطه في في العقول وفي تفكيرهم يعني وايه؟ اتفضل هنا عايز يقول ان الطفل هنا لو خدت بالك الموبايل اللي جنبه فصل شحن فعايز يقول ان ان غذائه بقى من خلال الكتاب ف يعني مع الاسف احنا ما بنروحش للكتاب او ما بنروحش لحاجه غير لما البطاريه بتفصل في في الاساس يعني الاساس دلوقتي بقى هو الموبايل آه. عايزون الكتاب بقى مهمش بقى مهمش بس لو حصل حاجه بقى نبص <applause> اه يعني ممكن لما الكهرباء البطاريه تتقع يعني يقعد شحنها تاني ممكن ساعتها يسيب الكتاب ويروح ويرجع للطبيعي هو بقى ده الطبيعي <applause> ده البديل يعني حضرتك هنا عايز تتكلم عن غلاء الاسعار وصورتها بشكل طريف هسيب لحضرتك التعليق أه هنا دي كانت بسبب ارتفاع اسعار البيض يعني فبقى البيض ده يعني بمثابه عقد لولي يعني فهنا الزوج بيهادي زوجته يعني بعقد من من يعني عايز يقول ده غالي يعني مش حاجه يعني مش جايب لك لا حاجه اي كلام ده غالي عقد بيض يعني فنوع <applause> من انواع الكوميديا الـ يعني الساخره على الاسعار يعني وكده طيب هنروح على حاجه جميله يعني ان شاء الله ونتمنى هي دي بوجودها يعني مستمره الحياه الامل ومساله زراعه الامل اللي هو بتخلق عند الانسان يعني الرغبة في الاستمرار واستمرار السعي و فالصورة هنا الشكل جميل والألوان بسيطة شايفها ازاي هذا هنا اختلاف كمان الفنانين من دولهم مختلفة هنا بدا فنان إيطالي كمان عايز يقول ان التلوث موجود بس بالرغم من التلوث موجود ان لسه في ناس عندها امل ولسه في ناس عايزه تشجر مش دايما السلبيات هي اللي بتصدر يعني بالعكس ده هنا جاب جزء ايجابي مع الجزء السلبي فعايز يقول دعوه جماعه للزراعه وإعادة ازاله التلوث يعني. طيب خلينا ناخد بورتريه معانا وده اخر بورتريه نختم بيه حلقتنا وناخد الفنان غاده مصطفى الفؤاد المهندس و ابتسامته الجميله شايفها ازاي؟ اسلوب آه، الفنان غاده مصطفى لطيف قوي وعامله الوان تدل على الفتره الزمنيه اللي كان فيها الفنان يعني دايما حتى شكل الياقه آه، الطويله كان دايما في الفتره الزمنيه اللي كان فيها فاضل مهندس وعامله بشكل مضحك لأنه طبعا كوميديا آه. ما تعوضش يعني فكان يعني طريقه لطيفه في معالجه يعني مع اضافه الوان مختلفه بالظبط كده فناننا هاني يا عبد الجواد شرفتنا ودايما الحقيقه ننتظر منك المزيد من النتاج اللي بينوع في افكار وتجديدات وتطويرات في فن الكاريكاتير. ان شاء الله ودايما نفرح الناس بحاجات لطيفه كده ونكون خفاف عليهم يا رب. شرفتنا وشكرا لحضرتك. شكرا جدا. مشاهدينا الكرام دي كانت حلقتنا الاسبوع ده نلتقي الاسبوع القادم على خير دمتم في امان الله.